مدام هي تقريبا هذه 7 سنوات ولكن عارفها مسكينه ما كتبخلش تكون مريضه كنحتاجها كتجي معايا كيكون شي فيلمون شي حاجه ديال القاد نقول مدام هي راك مريضه تبغينا ضروري ما نتمناو لها الصحه والعافيه وما تزيد من العطاء ان شاء الله. الاستاذ محمد عدوتي وسلماني درع الامسيه وهديه تقدير وشهاده تقديريه للفنانه التشكيليه رجلان رحمون. صحة وسلامة والشكر كيرجع لمدرسة إيفاك هما اللي تكلفونا بهاد لي تروفي وهما اللي كرمونا وإن شاء الله بغاو يكرموني حتى أنا داروا لي مفاجأة اليوم قال لي ملي انت دايره تكريم الاستاذه والاستاذ قلنا الاستاذه باهي حتى هي اليوم غادي يكون تكريم ديالها. يا استاذه العلم فيك المثاني والمباني موثوقة اكتتابا يا بلادي يا بلادي انت الهوى فيك نبع ارتوي حتى يستقيم اصطفاها يا بلادي يا بلادي أهواك أنت المرايا أهواك أنت المرايا أنت زادي والوعد يرعى رحابا لن أخون الميثاق لن أخون الميثاق ما دمت حيا بيننا عهد حبله الصدق طابا يا بلادي يا بلادي يا منبعا في فؤادي فيك أهلي فيك الأليف استجابا نحن قوم نحن قوم تاريخنا شاهد بل نحن قوم بالفتح رمنا سحابا اسألوا يا من يضربون العماد نحن لب التاريخ نحن لب التاريخ ما دار العلم فيك المثاني والمباني موثوقة اكتتابا يا بلادي يا بلادي أنت الهوى فيك نبع أرتوي حتى يستقيم اصطفاها يا بلادي يا بلادي أهواك أنت المرايا إذا هنيئا لي أهواك أنت المرايا أنت زادي والوعد يرعى رحابا لن أخون الميثاق لن أخون الميثاق ما دمت أحبه وشفاه الملك الجبار وعاد يسري في عروق نحام الديار يمتلك استقلال القرار يخرجنا من كل انهيار إنه الملك محمد السادس تضرع من أجله الطفل والزهرة العجوز والاختيار حيا بيننا عهد حبله الصدق طابا يا بلادي يا بلادي يا منبعا في فؤادي شكرا عليا واجيو لعندي ساعة مباركة مسعودة مرحبا بك أستاذة مرحبا أيوه صورة تذكارية للمكرمين الثلاث نحن قوم تاريخنا شاهد بل نحن قوم بالفتح رمنا سحابا اسألوا يا من يضربون العماد نحن لب التاريخ نحن لب التاريخ والله رقابا شمسنا خير وافر في بلادي مزن أرض فيحاء تغري سحابا واجبات عند النداء الذي لا
ينزوي أعدو دائما مستجابا منيتي أمسي عن ليبا خصيبا وقد عبر محياكم أما يخانى لكم العظيم الفرح وكثير الحضور بطلعت هذه المناسبة السعيدة مناسبة الحفل اللي جاء فرحا سيدنا الله ينصره للشفاء العالي إن شاء الله فرحنا الحمد لله مرتاحين نشفنا واحد منظر جميل جدا وجهه ساطع ساطع الحمد لله كبنائنا إن شاء الله في طريق الشفاء العاجل يتم يحضرون الجهوة وأطفالنا وجميع المسلمين. محمد عبيبي داع الأمسية تسلمه له بهية الفتح وشهادة تقديرية وتكريمية يسلمها له. باتت في بلادي كابة جمعنا صافٍ جمعنا صافٍ ألفة نرتديها. المجالات صراحة الله ينصره والله يشافيه الحمد لله على الإشارة أخت غزلان. لا هذا زيارة ديال صاحب الجلالة للمآثر زار المعرض ديالك وأعجب به. شكرا لك كل شيء كيبغيك وكل شيء كيصعب عليكم تنقل مدينه سيدي قاسم للحسنى ما شاء الله كلهم الصديقات وغادي ناخذوا لك القاعه كبيره ان شاء الله.